القوى الجوية يتعادل مع الصناعة على ملعب الشعب بهدف لكل فريق. نشاهد. وترك المهمة على منتظر عبد الأمير والحارس، وهنا هدفه جول للصقور، جول للصقور بايش. لاحظ الإعادة، علي مطشر منتظر، وهذا اللي كان منتظر من منتظر عبد الأمير. حيدر يتقدم، وكان ممكن هدف التعادل لفريق الصناعة. حيدر حسين يدرك التعادل لفريق الصناعة. حيدر حسين هدف الثالث في الدوري العراقي. صادق حنون اللي يصنع فريق جيد مع الصناعة خلال هذا الموسم. لاحظوا محمد صالح ذهب باتجاه الكرة، كان ممكن الإنقاذ محمد صالح، لكن الكرة مرت من تحت يدي حارس المرمى